طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون كابتن ماهر همام. الو، مساء الخير يا سياد. مساء النور يا كابتن، ازي صحتك؟ تمام، كل سنه وحضرتك طيب. طيبه، مساء الخير كابتن هاني. كابتن ماهر ازي حضرتك؟ اهلا بيك، منور يا كابتن. اهلا بيك، اهلا. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. ازي يا كابتن؟ منورنا. السرد باك التاني اللي جنبك هو مشرفنا الكابتن محمود، من الناس يعني اللي بنفخر بيها ونسعد بحضرتك، وكنت انتوا الاثنين بالنسبه لي مثل اعلى. انا بدات في المركز دوت، فيعني تقول ايه لكابتن محمود؟ اقول لمحمود يعني اهلا بيك طبعا في البيت الكبير، وطبعا كنت قريب كنت معاه في افتتاح ملعب السلام. واقول له ربنا يديك الصحه يا كابتن محمود. الله يخليك. المساكين اللي جم على اعلى مستوى في الكره المصريه والنادي الاهلي، ورفيق بقى هاني، رفيق الضرب والسنوات الكفاح اللي قضيناها صراحه. يعني كان محمود من ضمن الحاجات. انا خدت دورك بقى هاني في الفتره دي، بقيت ورا محمود ليبرو. في الفتره دي كنت بتغطي يعني، هو كان بيشيل يا عيني وانت بتاخد. ازيك يا هاني؟ طبعا لا يا رب، ده انت احسن مني بكتير. لا ده انت احسن مني بكتير. عايز امسح كابتن يحيى. لا لا كابتن، استاذنك يا كابتن هاني ويا سهام. عايز اقول لك ان البيت الكبير النادي الاهلي نادي القرن، صاحب الانتصارات الافريقيه والعربيه والمحليه. عايز اقول لك بيبقى عايزين ينولوا منه يعني. الايام دي واضح ان في حمله، وحمله مدبره عايزه تنول من نادي القرن، واخد بالك، وتشكك في قدراته. لكن النادي الكبير وهو ده مصيره، النادي البطولات هو ده مصيره، اعدائه كتيره. لكن انا عايز احيي مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وطبعا تماسكه وقربه من اللاعبين. وعايز حي اللاعبين كمان يعني اللي هم بيعتبروا من افضل اللاعبين اللي جم في هذا الجيل في هذه المرحله. وعايز اقول لهم انتوا اصحاب تاريخ واصحاب بطولات، تمسكوا بشكل كبير جدا، لان الحمله كبيره علينا الفتره ديت، لكن انتوا قدها هدوء. هو ده البطل ودي سمه البطل، فنتمنى لهم التوفيق، وهم من احسن اللاعبين اللي موجودين في هذه المرحله. طبعا التحدي يا كابتن، بندعمهم طبعا وبنساندهم يعني يا كابتن ماهر. وده الحقيقه اللي بناكد عليه، وده هدفنا برضو يعني. طبعا انا بحييك يا سام، وبحيي كابتن هاني اللي كنت من اول ما بداته في برنامج البيت الكبير، واضح المسانده بشكل كبير. ودي حاجه طبعا مش جديده عليكم، لكن انتوا اصحاب البيت، اصحاب المكان، ودي رساله لينا كلنا احنا كلعيبه قدامى، وحضراتكم كاعلاميين واللاعبين ومجلس الاداره. مهم جدا معانا جمهورنا الكبير، جمهور النادي الاهلي لازم يلتف حوالين لعيبته في خلال هذه الفتره، ونساند بشكل كبير جدا اللعيبه المحترمه، لعيبه النادي الاهلي الموجودين حاليا. ده اللي اتعلمناه وتربينا عليه. وكابتن محمود قاعد وانا عاشرت الفتره ديت ساعات كتيره جدا ما بنكونش موفقين، احنا بنلاقي السبورت وبنلاقي كابتن محمود في التمرين. الملعب استاد التتش مليان جماهير وبتحييك وبتديك دفعه معنويه. اقول الكلام ده في خلال الفتره دي عشان انا عندي احساس كده، وعندي واضح خلال الفتره اللي فاتت ان في يعني حمله مع الاسف يعني، ومن نقاد ومن محللين ومن مذيعين على اعلى مستوى، صعب جدا ان هم يعني يخرجوا عن المهنيه اللي ربنا اداها لهم. وبعدين ده النادي الاهلي يعني، نادي البطولات، نادي القرن، نادي المؤسسه الكبيره اللي بتعلم كل الانديه. يعني عايز اقول لك حاجه يعني، يمكن المستشار مصطفى منصور كان بيتكلم بيقول ان النادي الاهلي احنا بنتعلم منه. فتخيل بقى رئيس نادي الزمالك بيتكلم في حق النادي الاهلي، وان ازاي هم بيتعلموا من النادي الاهلي، وازاي الفتره ديت الناس كلها بتاخد من النادي الاهلي الحاجات الايجابيه، الحاجات اللي النادي الاهلي تطور من خلالها. فدي شهاده احنا هنعتز بيها. يعني عايز اقول لك النادي، مش هنقول النادي المنافس، هنقول النادي اللي موجود معانا في قمه البطولات العربيه او الافريقيه. نادي الزمالك لما يطلع رئيس نادي ويقول الجمله دي ان احنا بنتعلم من النادي الاهلي، فدي حاجه يعني فخر للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي دايما صاحب المبادئ، واحنا اتعلمنا الكلام دوت في النادي الاهلي، ان احنا دايما ما بنبصش ورانا، وان ده النادي الاهلي عنده مبادئ وعنده اسس بيتعامل على اساسها، مش السنه دي بس ولا السنه اللي فاتت، من خلال
السنين اللي فاتت كلها بمبدا واحد وثابت. ويمكن ده اتضح يا كابتن محمود من حتى كلام الكابتن محمود ان احنا النادي الاهلي بيشتغل والنادي الاهلي ناجح والنادي الاهلي فيه زي ما حضرتك شايف فيه تطورات على مستوى البنيه الاساسيه على مستوى القناه على مستوى الاداره الفنيه ولسه كمان في حاجات تطور واضح جدا. ولكن احنا زي ما اتعودنا النادي الاهلي بيشتغل بصمت والنادي الاهلي لما بينجز حاجه بيقول يا جماعه احنا انجزنا. ومتعودين كمان من جماهير النادي الاهلي ان هي تكون وزي ما قلت في المقدمه ده حائط الصد الاقوى والاوحد اللي بيصد اي هجمه على النادي الاهلي او على كيان النادي الاهلي اللي الموجه فعلا بدات تعلى بشكل كبير يعني عليه. اه بالظبط يعني. بس هو سمه البطل يعني انه يعود بسرعه لقوته وتركيزه والبطولات ويحقق بطولات. يمكن انا تذكرت موقف متشابه اللي كان النهارده الكابتن محمود الخطيب او امبارح او النهارده كان مع لجنه التخطيط كانوا عامل اجتماع مع اعضاء الجهاز الفني واللاعبين لان احنا عندنا البطوله الاهم عندنا بطوله افريقيا ان شاء الله مش عايز اقول بطوله الدوري محسومه انما فرصتنا كبيره طبعا في الفوز بيها عندنا فرق كبير بالنقاط. انا تذكرت كان سنه 85 كابتن هاني كنا بنلعب مع المغرب في تصفيات كاس العالم في المغرب مباراه العوده وللاسف خسرناها 2-0 ومتذكر ساعتها كان الكابتن الخطيب جمع اللعيبه بتاعت المنتخب ويعني اللي انا اتذكره بالظبط اتكلم على بطوله الامم الافريقيه اللي هتتعمل بعد سنه في مصر في 86 وقال احنا ما وفقناش في كاس العالم انما عندنا بطوله مهمه جدا هتتلعب في مصر ولازم نحصل عليها ولازم الجيل ده يحقق بطوله لمصر و لاخره و حققنا البطوله في 86 يعني انا بقول الموقف مشابه ان هو فعلا يعني المبادره اللي خدها الكابتن محمود الخطيب ان هو يجتمع بعد المباراه على طول مباشره مع لجنه التخطيط عشان بالظبط مع لجنه التخطيط ويقعد مع اللعيبه وطبعا كابتن ماهر اكيد كان برضه يعني عاشر فترات طويله كده كان في بعض مش هقول بعض الاخفاقات لكن الهزايم وارده وكنتوا بترجعوا بشكل كبير جدا وبالعكس كل ما بيبقى الامور بتبقى صعبه على لعيبه النادي الاهلي بيكون في وحده وفي حافز وبتحسوا انه تتمنى وانا عشت القصه ديت انك تتمنى ان يكون الماتش بكره عشان ترجع تاخد تاني وتفرح جماهيرك يا كابتن ماهر. بالظبط يا هاني والازمات دي خد بالك بتقوينا يا هاني. صحيح. يعني بتقوي الفرقه بتقوي الجهاز الفني بتقوي مجلس الاداره والاخفاقات دي كلها بنتعلم منها عشان نصلح من اخطائنا. فالظروف دي احنا عشنا فيها كلنا يمكن انا وانت ومحمود ويمكن جميع الجيل بتاعنا فانت في حاله الاخفاق يا هاني بيبقى زي نظام لائحه عندك بتقفل عن نفسك كويس بيبقى عندك اليوم الكامل بتقرب من لعيبتك بتبعد خالص عن الميديا بتبعد خالص عن النقد واخد بالك بتركز في تدريباتك بشكل جيد وده اللي حصل من بعد مباراه القمه يا كابتن ماهر. بالظبط يا سامبو وده اللي حصل ان احنا فعلا تاني يوم كل اللعيبه كانت موجوده نظام اليوم الكامل وده اللي بيديلك احساس انك انت فعلا راجع بسرعه. فالحمد لله رب العالمين كل الحاجات دي موجوده عند مجلس ادارتنا واللجنه الفنيه ولجنه التخطيط والجهاز الفني واللاعبين. فانا عايز اطمن يا سام جمهور النادي الاهلي بالاخص ان جمهور النادي الاهلي حاسس بلعبته حاسس بفرقته حاسس بمجلس ادارته. جمهور النادي الاهلي طول عمره هو سباق وطول عمره صاحب البطولات مع الاجيال المتتاليه على النادي الاهلي. فجمهور النادي الاهلي فاهم بشكل كبير وبيعرف يساند امتى بيعرف ان في خطوره على النادي الاهلي بيبدا يتحرك وبشكل ايجابي عشان يساند فرقته وان شاء الله باذن الله اللعبة دي مش هتخذله وهتوصلوا الاهداف اللي هو عايزها هي بطوله الدوري ان شاء الله احنا اقرب منها ثم البطوله الافريقيه باذن الله وده المهم. كابتن ماهر ان شاء الله يعني انا عايزه اقول لحضرتك يعني لازم نستغل وجودك على التليفون وان شاء الله تشرفنا بس احكي لنا بقى عن ذكريات يعني ذكريات ده الجيل الذهبي يعني. حاضر ان شاء الله باذن الله مع حضرتك طبعا وكابتن محمود صالح ان شاء الله باذن الله رب العالمين. لا تقول لي دلوقتي موقف من المواقف دي. طبعا ايوه يعني انا عايز اتكلم على اول بطوله افريقيه حصلنا عليها سنه 82 يمكن قبليها بثلاث اربع سنوات كنا بنخفق ويمكن كانت الظروف ان احنا ما نضجناش بشكل جيد يمكن بعض النجوم كان عندها امتحانات في هذا الوقت الفرق اللي كنا بنقابلها كانت فرق على اعلى مستوى كل فرقه عندها سبع ثمان لعيبه دوليين في منتخباتها
لكن احنا لما نضجنا ووصلنا لمرحله النضج قدرنا سنه 82 ان احنا نحقق اول بطوله افريقيه، وكان ليها طابع خاص. كانت مع كوتوكو يمكن اخر مباراه، المباراه الاولى كانت في مصر كسبنا 3-0 في وسط 100,000 متفرج. المباراه الثانيه كانت في كوتوكو هناك في وسط 90,000 متفرج. رحنا بطياره حربيه، ودي كانت اول مره لفرقه كوره تركب طياره حربيه عشان تروح بلد تانية تلعب في غانا. عشان الطياره الحربيه دي كانت صعبه جدا بالنسبه لنا، بدل ما كنا ناخد المشوار في 3 4 ساعات خدناه يمكن في 7-8 ساعات، فكانت عمليه صعبه بالنسبه لنا. النقطه الثانيه كانت الاهم، ان كان في سحر معمول في ارضيه الملعب بالنسبه لغانا، عشان هم كانوا عايزين يعوضوا الثلاث اهداف اللي دخلوا فيهم. فبالصدفه رئيس الجمهوريه ملك الاشانتي نزل بطياره هليكوبتر في وسط الملعب. فطبعا الطياره المروحه اللي تحت الطياره خلخلت، عملت هواء داخل الملعب، فالسحر يعني كان محطوط في مكان معين، مع الاسف طار في وسط الهواء اللي حصل من دخل الطياره. فحصلت لقينا 90,000 متفرج بيصوتوا بيزعقوا بيعيطوا، احنا مش واخدين بالنا هم بيصوتوا على ايه. فطبعا زعلوا جدا ان رئيس الجمهوريه بوظ لهم السحر اللي هم كانوا عاملينه في الملعب، وقدرنا نتعادل 1-1 وعلقوا الشماعه. طبعا شفتوا يعني السحر ده بعينيكوا يا كابتن ماهر ولا ايه؟ بس يعني ده شفتوه يعني بعينيكوا ولا شفتوه طاير ولا ايه؟ بس عرفنا بعد كده ان كان مخصوص في اماكن في الملعب يا ساتر، عشان يقدروا يكسبوا بيها المباراه. هو طبعا الحاجات ديت واجهناها في افريقيا كتير، هو تخاريف السحر، واعتقد ما فيش حاجه اسمها سحر في الكوره، لكن هم عندهم عاداتهم وعندهم تقاليدهم، انهم مقتنعين ممكن جدا يتعمل سحر يتاثر على اللعيبه. لكن ياما لعبنا في افريقيا وكان بيقول لك ده سحر وكنا بنكسب وساعات بنتغلب، دي كوره ما اعتقدش السحر ليه دخل خالص بموضوع كرة القدم. يعني ده شيء طبعا، دي خرافات، ويمكن عندهم بعض الثقافات المختلفة يعني. فكابتن ماهر طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون موجود معنا هنا كمان في البيت الكبير. كل تحياتي ليك وكل التوفيق ليك يا كابتن، نورتنا يا كابتن ماهر.